السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعينا الأعزاء؟ فيديو اليوم نتحدث فيه أسعار سيارات هوندا سنتافي بين موديل 2012 إلى موديل 2022. قبل لا نبدأ الفيديو أتمنى تدعمون هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسون أيضا تضيفوني في حساب الانستغرام، هذا هو أمامكم وموجود بالوصف أسفل الفيديو. هونداي سنتا في موديل 2012، مواصفات حساسات خلفية، كاميرا خلفية، طي المرايا كهرباء، محرك 6 سلندر 3500 سي سي دفع رباعي، كشنات جديد التحكم فيها كهرباء، ثلاثة أنظمة قيادة، طبعا السيارة مكفولة كفالة عامة. سعر السيارة راح يكون بين 190 ورقة إلى 195 ورقة. هونداي سنتافي موديل 2013، مواصفات حساسات خلفية، فتح صندوق ذكي، بصمة السيارة يدات نيكيل، بانوراما، محرك 6 سلندر 3500 سي سي، شفط مرايا كهرباء. السيارة راح يكون سعرها بين 180 ورقة إلى 185 ورقة. الهوندا سنتا في موديل 2014، مواصفات حساسات خلفية، كاميرا خلفية، شارب الملمع، خاصية طي الاوتوماتيكي، يدات نيكل، بصمة السيارة، بانوراما، 6 سلندر السيارة طبعا، ويل 19. السيارة راح يكون سعرها بين 195 ورقة إلى 200 ورقة. هوندا سنتا في موديل 2015، فول مواصفات، حساسات أمامية خلفية، ليد أمامي مع كشاف الضباب مع ليد خلفي، فتح صندوق ذكي، بانوراما السيارة، بصمة ويدات نيكيل، ثلاث قطع تبريد فيها السيارة، 6 سلندر 3500 سي، ثلاثة أنظمة قيادة، هاند بريك، كهرباء، كشنات جديد التحكم فيها كهرباء. السيارة راح يكون سعرها بين 220 ورقة إلى 225 ورقة. هوندا سنتا في موديل 2016، فول مواصفات، حساسات أمامية خلفية، ليد أمامي مع ليد خلفي، بصمة السيارة، يدات نيكيل، فتح صندوق ذكي، كاميرا خلفية أيضا، شاشة داخلية تدعم خاصية اللمس، ثلاث قطع تبريد، 6 سلندر السيارة. السيارة راح يكون سعرها بين 215 ورقة إلى 220 ورقة. هوندا سنتا في موديل 2017، مواصفات، حساسات أمامية خلفية، ليد أمامي مع ليد خلفي مع كشاف الضباب، شارب المال مع خاصية طي أوتوماتيكي، ويل 19 إنج، كشناتها مو جديد، فتح صندوق عادي مو ذكي، يدات نيكيل. السيارة محركها 6 سلندر 3300 سي سي. السيارة راح يكون سعرها بين 215 ورقة إلى 225 ورقة. هونداي سنتا في موديل 2018، مواصفات، حساسات أمامية خلفية، ليد أمامي مع ليد خلفي مع كشاف الضباب، بانوراما السيارة، كشنات جديد التحكم فيها كهرباء، 6 سلندر 3300 سي سي، ويل 19 إنج، يدات نيكيل، بصمة السيارة، ثلاث قطع تبريد، ثلاثة أنظمة قيادة، كشنات جديد التحكم فيها كهرباء وتدفئة وتبريد في الكشنات. السيارة راح يكون سعرها بين 225 ورقة إلى 230 ورقة. هوندا سنتا في موديل 2019، الشكل الجديد بها فئتين، فئة النص فول اللي يكون بدون بانوراما وبدون كاميرات 360 درجة، سعرها راح يكون بين 230 ورقة إلى 240 ورقة. أما فئة الفول مواصفات مع البانوراما ومع كاميرات 360 درجة، سعرها راح يكون بين 240 ورقة إلى 250 ورقة. We'll be right back.
هوندا سنتافي موديل 2020 فول مواصفات حساسات أمامية خلفية ليد أمامي مع ليد خلفي فتح صندوق ذكي كاميرا خلفية دوارة محرك 6 سلندر 3500 سي سي شاشة داخلية أندرويد تدعم خاصية اللمس أوتو هولد هاند بريك كهرباء ثلاثة أنظمة قيادة الإيكو والسمارت والسبورت كيشينات جلد التحكم فيها كهرباء وتدفئة وتبريد الكيشينات. السيارة راح يكون سعرها بين 250 ورق إلى 260 ورق. أما الموديل 2021 ونفس المواصفات راح يكون سعرها بين 260 ورق إلى 270 ورق. هوندا سنتافي موديل 2022 فول مواصفات على مواصفات فيها العراق حساسات أمامية خلفية ليد أمامي مع ليد خلفي مع كشاف الضباب يدات نيكيل بصمة السيارة شارب المرمى خاصية طيل أوتوماتيكي محرك 6 سلندر 3500 سي سي كيشينات جديد تحكم فيها كهرباء ثلاثة أنظمة قيادة شاشة داخلية تدعم خاصية اللمس. الجير راح يكون على شكل أزرار. السيارة راح يكون سعرها بين 280 ورقة إلى 300 ورقة. في نهاية هذا الفيديو متابعينا الأعزاء أتمنى تدعمون هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. لا تنسون أيضا تضيفوني في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي. الروابط جميعها في الوصف أسفل الفيديو. اكتبوا لي في التعليقات السيارات اللي تحبون أعرض لكم موديلاتها أيضا مثل هذا الفيديو وشكرا لكم على المتابعة. You and me, you and me.